مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تضغط على زر الاعجاب واشترك في القناة باش توصل بجديد الاخبار ان شاء الله. لا يمكن ان اثير اعجاب الكل، هكذا علل وصرح مدرب المنتخب الوطني وحيد خليلوزيتش منذ قليل في لقاء صحفي مع وسائل الاعلام المحلية والدولية بالمملكة المغربية، وقال بأنه على علم بكل الانتقادات التي توجه إليه وللطاقم بحسب ما خلفته ردود أفعال متتبعي الشأن الرياضي المحلي الكروي بالمملكة المغربية إبان اللقاءين الأخيرين واللذان ظهرا بحسب كل المتتبعي الشأن الكروي المحلي بمستوى لا يليق بتشكيلة وكتيبة المنتخب الوطني. وقد قال المدرب أنه يرى كل تلك الانتقادات التي توجه له وللطاقم، كما أنه استغرب بشكل كبير كل تلك الانتقادات التي توجه للطاقم وعلى الخصوص للاعب الدولي مصطفى حجي، وقال بأن هذا اللاعب لاعب تاريخي في تاريخ كرة القدم المغربية ومتوج بالكرة الذهبية الأفريقية وله تاريخ كبير ولا يتدخل في شؤون أحد، فأستغرب لماذا يتم انتقاده هو أول ضحية لكل المدربين الذين مضوا منذ أن دخل في تشكيل طاقم المنتخب المغربي. ثم قال وأضاف المدرب وحيد خليلوزيتش بأنه لم يأتي للمغرب للحصول على المال، بل قبل التدريب المنتخب المغربي واعتبره مشروع وليس منتخب، قبل المشروع ولم يقبل تدريب المنتخب من أجل صفقة مالية. وقال بأنه الآن بصدد إعداد فريق يتكون أو بالأحرى يضم مهارات مختلفة ومتنوعة من مختلف الدوريات الأوروبية، وهو الآن يعمل على زرع الروح، فقط الروح التي غابت عن المنتخب الوطني بعد الإقصاء من كأس العالم الأخيرة بروسيا. كما أضاف أيضا أنه لم يعجبه الأداء أيضا، لكن عبر أنه يحضر لتكتيك جديد، وقال لقد أضعنا عدة محاولات وضرب، وقال بأن هذا أمر عادي وأن مسألة تضييع فرص الأهداف هي مسألة عادية، وضرب مثالا بلاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء نابولي ليلة يوم أمس، وقال بأنه أضاع فرصا كانت سانحة للتهديف. أنه أيضا لم يعجبه أداء الفريق، إلا أن هذا أمر عادي في كرة القدم، المهم هو التأهل والتكتيك الجديد الذي يشتغل عليه كمدرب وكطاقم، وقال بأنه ليس هنا من أجل أن يرضي كل الناس، وأضاف بأنه يضم لديه طاقم رائع وجيد ولم يسبق أن ارتكبوا أي خطأ في السفريات والاستعدادات ولا خطأ واحد ارتكبوه بحسب ما قال، وقال بأنه يحب عمله ويحب الفوز ويعتقد بأن فريقه قادم وهدفه واحد هو المضي قدما في كأس العالم، لا ضمان المشاركة فقط، ولكن قال لا أقبل التهجم الشخصي على الطاقم وعلي وأنا لا أستحسن ذلك. وبهذا يكون المدرب الوطني وحيد خليلوزيتش قد أجاب على عدة تساؤلات وانتقادات في رسالة مشفرة ممكن إلى كل وسائل الإعلام يحثهم فيها على ترك اللاعبين وترك انتقاد اللاعبين والطاقم وتحميل المدرب مسؤولية أداء الفريق في حين هو يشتغل على تكتيك جديد لا ينتبه للنتائج، المهم هو الفوز والتأهل.